السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الأول المتوسط. معكم الأستاذ إسماعيل عفيفي، معلم الحاسب الآلي بمتوسطة الجامعة الأهلية. إن شاء الله هنكمل مع بعض يا شباب برنامج معالجة النصوص. طبعًا تعرفنا سابقًا عن برنامج معالجة النصوص وآلية فتح برامج معالجة النصوص. التعامل مع معالج النصوص في هذا التدريب سأتعلم إنشاء مستند جديد، إدخال النص داخل المستند، حفظ المستند، إغلاق المستند، وفتح المحفوظ للمستندات المحفوظة داخل الجهاز. أولا إنشاء مستند جديد، طبعا بضغط على قائمة ملف. من قائمة ملف هذه الأوامر بتاعتي عندي حفظ، حفظ الاسم، فتح، إغلاق. هنعمل جديد، مستند جديد، وبعد كده بتظهر لي قائمة فرعية. القائمة الفرعية هذه بضغط على مستند فارغ، بضغط على هذا المستند بيديني مستند، طبعا ده مستند جديد فارغ غير هذا المستند. هذا المستند هو مستند مثلا محفوظ عندي على الجهاز. ممكن اعمل اغلاق، حفظ او عدم الحفظ، بضغط عدم الحفظ. سنتعلم ان شاء الله ادخال النص داخل المستند. ادخال النص داخل المستند، بسم الله الرحمن الرحيم. بكل بساطة جدا ممكن اكتب باليد، ممكن اقول مثلا مدارس الجامعة الاهلية. ده ادخال النص داخل المستند. او لو موجود عندي مثلا نص موجود في مكان اخر، ممكن مثلا اذهب الى النص دوت، وليكن مثلا افتح كتاب الحاسب من ملف بي دي اف. عندي مجموعة مثلا من النصوص، بظلل النصوص. بعد ما اعمل عملية تظليل اجي مثلا في برنامج الوورد واضغط واقول له وليكن مثلا نسخ، اضغط اقول له في اي مكان انا عاوز احط فيه النص، وكليك يمين اقول له لصق. طيب هنا دلوقتي ده لصق بالتنسيق، يعني انا دلوقتي عاوز انسق النصوص بتاعتي بعد ما عملت عمليه تنسيق وكتابه النص. بروح على طبعا هذه الاشياء، من كتابه من جهه اليسار، كتابه من جهه اليمين. لو ممكن اكتب باللغه الانجليزيه اخليها من الجهه اليسرى، او الكتابه باللغه العربيه اخليها من الجهه اليمنى، او ممكن اكتب في نص منتصف الصفحه. انا دلوقتي ممكن اذهب الى اول الصفحه، وهنا طبعا مش محتاج بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص في اول الصفحه. ممكن عاوز اكبر النص، اصغر النص، تنسيق النص، وتغيير لون النص، وليكن مثلا بالشكل ده. انا دلوقتي بظلل، اهم شيء ان انا اعمل عمليه تظليل للنص، واعمل عمليه تكبير للنص، او عمليه تصغير للنص، او من هذه القائمه ان انا اضغط اقدر اكبر او اصغر النص زي ما انا محتاج. اخليه مثلا في المنتصف وهكذا، اكبر من حرف الاي كابيتال او حرف الاي سمول، عمليه تصغير وعمليه تكبير. او ان انا بغير من الشريط حجم، او ان انا ممكن اعمل عمليه تظليل واكتب الخط اللي انا محتاجه، مثلا وليكن الفونت بتاعي الحجم بتاعه 55. طيب عاوز اغير نوع الخط، نوع الخط من هذه القائمه، تغيير نوع الخط. طيب بعد ما اغير نوع الخط، عايز اعمل حفظ للمستند، بضغط على قائمه ابدا ثم حفظ، يظهر لي هذه القائمه. في هذه القائمه انا بختار المكان للمستند بتاعي، وليكن مثلا سطح المكتب، وبكتب اسم المستند بتاعي اللي انا عايز اعمل عمليه حفظ باسمه، واضغط على عمليه حفظ. بعد كده يا شباب بقفل البرنامج، بيظهر لي هذا الملف موجود عندي في سطح المكتب، بعملية فتح مرة أخرى للملف. وهذه إن شاء الله سنشرح في المستقبل تنسيق الملف كامل